بس خلينا بقى نروح نشوف ايه المشكله اللي موجوده عند فرقه الجيش. نشوف بالصور كده بسرعه. طيب لو نقدر نعرض الصور بتاعه المشاكل اللي عند فرقه الجيش. طب تمام، لحد ما الصور تبقى تمام. الصور معانا في صوره قبل كده بس مش مهم، عايزين بس نلاحظ الفرق ما بين هي دي المشكله. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا مش هنحط مشكله ونقول ان دي مشكله لو حصلت بشكل استثنائي. تمام. لكن هنقول ان دي مشكله لو في باترن ليها، يعني لو احنا شفناها بتتكرر في 10 مباريات بتتكرر. لا معلش، نرجع الصوره اللي فاتت. ممكن الصوره اللي فاتت، اول صوره اللي بنبدا منها. طبعا الجيش هنا لابس ابيض والجيش لابس ازرق. السموحه لابس ازرق والجيش لابس ابيض. نلاحظ هنا هنلاحظ هنا المسافه اللي موجوده ما بين المدافعين. الجاب ده هيفضل طول الوقت موجود. فنعدي الصوره اللي بعدها. علشان الجاب ده موجود، اللاعب قدر يرقص وينقل الكره الناحيه الثانيه، في طبعا بيج شانس ممكن تتسجل جول، لكن اعتقد الكره دي ضاعت. اللي بعدها نفس الكلام، نوقف بس لحظه. هنشوف الجاب اللي ما بين الليفت سنتر باك اللي هو اللعيب اللي فارد ايده الاثنين مع الليفت باك اللي هو شويه تايه وسايب مساحه وراه. هتتنقل الكره دي، نروح للي بعدها. ايوه، في المساحه الفاضيه ننقل الكره اللي بعدها. تمام، ده الهدف. انفراد. أوكي. اتسجلت هدف. احمد عبد القادر. اوكي، نفس الكره في نفس المساحه. تمام. انفراد مصطفى فتحي، سجلت هدف. اللي بعدها نفس المساحه. ده شوارع مش مساحه، دي شوارع. دي شوارع. هو في مشكله، هي مشكله يعني. هو الماتش ده كانوا بيلعبوا ناقصين ولا حاجه؟ عموما والله بتكلم جد يعني. لا لا، الشوارع اللي موجوده دي ده مفيش. ده الحرس، ده طلائع الجيش. طلائع الجيش اللي لابس احمر مع المصري. مع المصري. نرجع بس الصوره اللي فاتت، معلش لحظه، اللي قبلها. اللي قبل دي. اللي قبل دي كمان. انا بس عايز هي دي. هنا الكره دي طبعا هي الكره اتلعبت ناحيه الشمال. بس هنا احنا مش بنتكلم على القرار، احنا بندور على المساحه. الراجل الباك ليفت تحت سايب نفس المساحه. ايوه، ما اتلعبتش في ظهر الباك ليفت، ما اتلعبتش. لكن انت هنا لو لعبتها في اي حته في ظهر الباكات تمام، المساحه انفرادات. يعني مساحه فاضيه. واللعيبه مغطيه الاوف سايد يعني بمنتهى السهوله والاريحيه، تقدر ومفيش حد ضغط على اللعيب اللي معاه الكوره. فانت بتتكلم على دي خيانه او مؤامره يعني. والله كلامك يعني لا في ضغط على اللعيب اللي معاه الكوره، ولا في تغطيه على الجناح اليمين او الجناح الشمال، وبالتالي اي قرار هياخده اللعيب اللي معاه الكوره ده سهل جدا انه ينفذه. هو في كمان حاجه، هو دي مش هنقدر نحسبها قوي، مشكله في التكتيك، ان دي مشكله عند اسلام جمال. بس هو خلاص خرج من فرقه الجيش، مشي. بس دي كانت مشكله عند اسلام، دايما واخد 3 4 خطوات لورا. بيحاول يعوض بيهم المشاكل اللي موجوده في البطء اللي عنده. بس ده بيعكس انه في معظم السيتويشنز اللي بتحصل في الملعب دايما بيسيب مساحه للمهاجم انه يقدر ياخد خطوتين يعمل بيهم سرعه انفجاريه. وبتخليه دايما مش اوف سايد. فهو بيحاول يعالج حاجه بس بيعمل مشكله ثانيه. نمشي الصور عشان ما نقعدش كتير على الصوره دي. تمام، يعني هو دي مش الصوره بس اللي بعدها، اتلعبت برده في نفس المساحه. اوكي، ما تسجلتش. اللي بعده نفس الكلام، نقف لحظه بس. الكوره مع تقريبا محمد ابراهيم، انا مش شايف كويس، بس هنشوف المساحه اللي هتظهر. اللي بعدها انفراد. اوكي، فيعني خلينا بقى خلاص، احنا تقريبا وضحنا الـ النقطه بتاعه العيب بتاع الجيش. بس في سؤال مهم بقى، هو طب هو ليه النادي الاهلي ما عملش كده ماتش 0-0 مثلا؟ لا، ما هو برضو اي فرقه بتلعب الاهلي غير لما بتلعب مع اي فريق تاني في الدوري. يعني اكيد الخطه، واجبات اللعيبه، التكتيك اللي بيلعب بيه المدرب بيختلف. ده بقى التشالنج بالنسبه لي، انه انت كمدير فني بتشوف ان الفرقه دي عندها المشاكل دي. بس فرقه الجيش لما بتلعب النادي الاهلي بتلعب بثلاثه فلات. ثلاثه فلات يعني دايما بيبقى قافل المساحات. عرض الملعب تقريبا من 55 ل 65 متر على حسب الملعب، اللي هو غالبا هنقول 60 متر. بتشيل منهم 10 متر على الناحيتين، هيتبقى 40. لما بتقسمهم على 5 لعيبه، فكل مساحه ما بين اللاعب واللاعب تقريبا ما بتوصلش حتى 7 متر او 6 متر، ودي مساحه قليله جدا. فعشان كده دايما فرقه الجيش بتكون قافله المساحات. بس السؤال بقى، هو انا ازاي اخترق لا مش اخترق، ازاي اظهر المساحات دي اللي كانت موجوده في ماتشات ثانيه بان انا ما هاجمش الجيش من فوق؟ ما خلاص، انا في الماتشات اللي فاتت انا كان عندي جولز في ان انا مثلا ماتش الدور الثاني انا كان عندي جول كبير قوي ان انا محتاج اعوض فرق النقط اللي ما بيني وما بين الزمالك. انا خلاص ما عنديش المشكله دي، انا بلعب ماتش سوبر هيجيب لي بطوله.
فانا ايه المشكله ان انا استنى تحت؟ مش هستنى تحت من غير الكوره، اقصد استنى تحت ان انا بدل ما بلعب من فوق من نص ملعب الجيش، لا انا هلعب من نص ملعبي. وي اور انذر فرقه الجيش هتخرج، هتجيلي. انت عايز تسحب فرقه الجيش انها تطلع لك هو قدام، ده التشالنج بقى. عشان بالزبط. تقدر تخلق المساحات. السؤال هو هيطلع لك يعني هو ممكن ياخد المغامره ويسيب المساحات دي ورا؟ هو اجباري هيطلع، انت مش معقول هتقدر يعني. يعني لو احنا تخيلنا مثلا ان فرقه الاهلي بدات تنقل 10 12 كوره عند حارس المرمى، هل ده مش هيخلي فرقه الجيش تخرج؟ طبيعي ان هيخلي فرقه الجيش تخرج.